من عزة أنا في الصف القابل من فرح ممرق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنني أتقدم إليكم بكلمة وجيزة حول الموضوع يندم مع الله يعرف المسلم جيدا أقدر به وعزمته وأنه هو الذي خلقه ورزقه لا رب له غيره وأنه إله الحق لا معبود له سواه بكل كمال منزه عن كل نقصان فيمتلئ قلبه معامة ووقارا وتعظيما فيدفع ذلك لتأدب معه بأفضل الآداب وأكملها وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.